باسل الحرية بانتظارك. فري باسل إلى باسل. أنا طبعا ما بعرفك لكن بعرفك من الناس، و زيك زي سوريا محتاجين حريتك معنا. الحرية الباسل الصفدي المفروض يكون معنا النهاردة في الحفل الختامي للملتقى المشاعر الإبداعي الرابع. الحرية له لكل المعتقلين بكل سجون الأنظمة العربية. كل المعتقلين أهم من أي معتقل. حرية لباسل. Very very important figure and he's important to the movement and development of democracy and culture and it's just very important to try to free him immediately and not just as a symbol for the movement to democracy but as a start to freeing all artists and all creatives in Syria and across the Arab world. نقله لباسل اشتقنا لك. بعدني بتذكر وقت ما عملت الملتقى او سالون سيسي بسوريا ومشتاقه لسوريا، مشتاقه لدمشق، مشتاقه لضحكتك، مشتاقه لتعاونك معنا، مشتاقه انه قد ايه انت حتى لما تكون مريض اهتميت فينا ونزلتنا على البلد القديمه. للي حاجزه بليز طلعوا، لانه هو مشكلته بس الوحيده وهي منا مشكله انه بيدعي للحريه، الحريه على الانترنت. باسل بنحبك. صديقي باسل انا بعرفكش بشكل شخصي بس بحب احكي لك انه احنا في فلسطين معك. باسل يا صديقي اجمد في محبسك واتمنى تكون معانا قريب جدا. احنا في القاهرة مستنينك ومتضامنين معاك وهنشوفك قريب يا في القاهرة يا في سوريا المحررة. Free باسل. Free باسل. حرية لباسل. باسل كامباك. حرية لباسل لكل معتقلي سوريا. باسل صفدي.